جروا لي بالفانطوز، جروا لي الراس ديالو وعوقوا لي ولا حوليا. ما بقاش كنجيبو للسبيطار، هذوك الناس كيتحلفوا عليا، هذوك الناس عندي مهدد كيتهددوا عليا بزاف من بعد هذا الفيديو اللي تلاح. بغيت يفتحوا معايا تحقيق، مرحبا بهم، عندي وثائق، عندي بزاف ديال الحوايج. انا هذاك الدري كنشوف فيه صباح وعشيه معاق حدايا، وعندي يد طبه، هما اللي قالوا لي ماشي انا اللي كنهضر، ولكن انا نبقى ديما نغوت الا ما داروش معايا الحل، غنبقى نمشي للعماله وغنمشي للرباط وما نخلي معاهم حتى قنت، واللي بغى يعتقلوني انا مرحبا بهم. حتى جاد راه كبدتي، راه بنادم ما كيفوتش ولادو، دوزوا عليا الدكاكه، انا داكشي علاش بقى فيا الحال وبقيت كنغوت. السلام عليكم اخوان، بخير اخوان. هذا اسم ديالي بن زيدان صالح، اسم ديالي بن زيدان صالح. هذا الوليد خطا طبي في مستشفى محمد الخامس. هذه الجريمه هذه راه غطاو عليها الناس خمس سنين دابا، وانا كنناظر عليها راه فراس اسفي، كاين بعد النص دابا قدر اسفي كامل يكون عرف هذا المشكل ديال هذا الوليد هذا، وداروا لي اهانه موظف باش ما نبقاش نغوت، باش ما نبقاش نهضر على هذا الوليد هذا، فهمتي؟ تعرضت للضرب من طرف السيكيريتي، تعرضت بزاف ديال الحوايج، كنجيب الدواء من برا، فهمتي؟ ما كاينش اللي ساعدني، قليل بعد الناس اللي ساعدوني في هذا المشكل. وهاد المشكل هذا ما بغاش خمس سنين وانا كنغوت، باش بغيت باش يحلوا معايا المشكل، باقي ما حلوش معايا المشكل ديال هاد الوليد هذا. وكنطالب من الناس المسؤولين ديال الصحه، حنتاش عندنا اسفي حنايا ولات عندنا غابه، ما عندناش الصحه في هاد البلاد، عندنا الاجرام هنا في مستشفى محمد الخامس، وعندي دلائل، عندي فيديوهات على هاد حسابات الوليد مصوره. المهم حنا كنطالبوا من الناس المسؤولين على هاد الصحه يتدخلوا. الدري راه معاق دابا في الدار ومريض دابا، اصلا مخنوق، اصلا كندير ليه الريشه باش كنخوي ليه الصدر ديالو، باش ما بقاش كنجيبو للسبيطار. هذوك الناس كيتحلفوا عليا، هذوك الناس عندي مهدد كيتهددوا عليا بزاف من بعد هذا الفيديو اللي تلاح، كنلقى معاناه، فهمتي؟ انا كنطالب من الناس المسؤولين ديال الصحه، عيدنا من الراسل وفي هاد الناس، ولكن هذا مواطن حتى هو وليد خاصو يتعالج حتى هو، راه كاع الناس كتعالج، كيمشيو هما لبرا كيتعالجوا، شوفوا هاد الدري حتى هو راه يتعالج، هاد الدري باقي له عنده خمسة سنين، جروا لي بالفانطوز، جروا لي الراس ديالو وعوقوا لي ولا حوليا، راه عيب وعار. هادي راه بلاد الاسلام، بلاد امير المؤمنين، والشعب ديال الامير وجلالة الملك والشعب ديالو كيضيع بحال هكا، راه ماشي من المعقول هادو، ماشي قانون هادشي. بغا يتفتحوا معايا تحقيق، مرحبا بهم، عندي وثائق، عندي بزاف ديال الحوايج، يجيو يديروا معايا حوار، حتى انا ما نبقاش نغوت، ما بقاش نهضر وما بقاش نكشكش عليهم، ولكن انا نبقى ديما نغوت الا ما داروش معايا الحل، غنبقى نمشي للعماله وغنمشي للرباط وما نخلي معاهم حتى قنت، واللي بغاو يعتقلوني انا مرحبا بهم، خلوني ديك اهانات موظف، انا ما كنخافش، اصلا انا مذبوح شحال من خطره، انا ما كنخاف لا من حبس لا من والو، كنهضر على الحق ديال هذا الوليد، يحلوا معايا المشكل ديالو فتبارك الله، ديروا لي واحد الخلصه فين يداوى هو اصلا هذا الوليد هذا، انت خطا طبي. انا ماشي انا، راه كاينين الناس ديال اسفي كيعرفوا هذا المشكل، حنا بغينا مشكل هي يدخلوا لنا الناس قبل ما تولي شي مشكل، نقدر انا ما نبقاش نعقل، نقدر ندير شي حوايج غيكونوا خارج القانون. حتى جاد راه كبدتي، راه بنادم ما كيفوتش ولادو، راه الناس راه كتفو، حتى كنشوفوا البلاد هنا بنادم كيموت، راه جيتي تشوف السبيطار اللي درنا الاحصائيات من 2017 وغنعرفوا شحال ديال الوليدات ضاعوا، ولكن انا ما صبرتش، انا هذاك الدري كنشوف فيه صباح وعشيه معاق حدايا، وعندي يد طبه، هما اللي قالوا لي ماشي انا اللي كنهضر، الطبه اللي قالوا لي ولدك اش وقع ليه، ديال الاختصاص بدار بيضاء هنا في اسفي، هما اللي قالوا لي ولدك اودي راه مكرفس، عطاو مخدر بقى في الزياده كان مولي الدماغ ديالو، ها هو عندي المخدر، عندي فانيد هنا، عندي الفانيد هنا، هو فين هو؟ اصلا المواطنين باش يشوفوه، راه من 2017 وعدي هذا المخدر، ها هو فين هو؟ باغي ما بغيتش نحيدو انا هذا المخدر هذا، ها انت، هذا كاردينر،
هذا ما خصوش تعطي الدري في الترابيه بقى في الزياده بقى يلاه عدو 4 ايام تكالمي لي الدماغ ديالو راه حشومه هذا الشيء راه عيب وعار حنا راه في دوله الاسلام باش نكالمو الدري دماغه وتلوحوا لي انا من بعد 15 يوم تخرجوا لي وتفك مني فهمتي دوزوا عليا الدكاك انا داك الشيء علاش بقى فيه الحال وبقيت كنغوت فهمتي راه ماشي معقول هذا الشيء راه ماشي قانون ها الطبيب اللي خارجو ودار لي اهانه موظف السميه ديالو بلا ما نذكرها السميه ديالو فين هي هاد السميه ديال الطبيب هي هادي بلا ما نذكروا الاسم ديالو ها هو ولكن المشكل حنا بغينا يدخلوا الناس راه كاين الناس راه غدا الوليد عندك ما كيتعالجش انا وقع لي هذا المشكل غدا غيوقع لواحد اخر الا جينا نبقاو نهضر انا وحدي انا بغينا الساكنه كامله الضامن يتجمعوا كاملين يهضروا على داك المستشفى بحال دابا غيوقع لي انا هذا الشيء ونسكت وغيوقع لواحد اخر ويسكت راه بزاف ديال الاخطاء الطبيه وبزاف الناس كتموت ولكن انا مابغيش نسكت انا وما نبقى نغوت ولا بغا يعتقلوني مرحبا بهم واخا بعد الناس جو عندي هاد المنتخبين هنا راه شفوار عندنا ديال ولاد البلاد كثر تمام اشفوار هاد المنتخب راه دخلوا عندي طال الدار باقا كنقولها والله العظيم ما دخلوا عندي طال الدار قال لي غنوقفوا معاك وغنديروا العماله وما كاين حتى حاجه وشنو هو دابا هذا شنو راه كينصبوا على بنادم راه نصيب هذا راه نصيب وراه مع الوقت غنجبدهم بالاسماء ديالهم وغنفضحهم على قبول هذا الوليد هذا شتي هذاك الوليد هذا والله ما نتفاك على قبله هذا بالرب واخا نموت انا راه معروف الناس راه معروفين راه كيعرفوني الناس قاعدين هنا كيعرفوني راه 5 سنين كناضل على هذا الوليد وتحيه للناس ديال اسفي وبنام يتضامنوا غدا لو وقعت لينا الله يرحم الوالدين اه وين الناس يتعاونوا معانا حتى انا وحدي راه كاين يتفوا فيا ما خزني نتف فيا منو طبي فوق بغينا الناس يتعاونوا معانا يتضامنوا معانا كي كنضامنوا حتى حنا راه كتوقع انا ديك النهار غادي يهزب لي السبيطار الدنيا مجوقه وانا ندخل وسط منهم حتى انا واقع لي مشكل ما نفوتش بنادم ولكن هما ما كيتضامنوش كنت اسفي كتضامن بحال الحوسيمه وبحال مدن اخرين غتكون اسفي زوينه ولكن هادو ما كيتضامنوش قليل وتحيه للناس الشرفاء وتحيه للمناضلين والاحرار وجميع المناضلين وجميع الغيورين على هذه المدينه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.